طبعا هذه أول مرة إني أطلع على قضيتي، المذكرات المحاميين وكل شيء. أبي أشوف شو السالفة. طبعا وأنا قاعدة أقرأ لقيت إنه لما تم فحص الفيديو اللي أنا أرقص مع الفنان تايجا، أبغاكم تشوفون المسافات اللي بينه وبينها، وكمان أبغاكم تشوفون إذا هذا الشيء اللي مكتوب موجود بهذا الفيديو. لما تم الفحص الفيديو الخاص بالمتهمة تبين قيامها بالرقص مع المغني، وأنا قلت صحيح، ولكن قلت هذا الكلام الثاني غير صحيح. اسمعوا، لما تم فحص الفيديو الخاص بالمتهمة تبين قيامها بالرقص مع مغني وقيام ذلك الشخص بلمس المتهمة في أماكن العفة بيده وبواسطة جسده من الأمام، وذلك بلمس مؤخرتها بيده ووضع جسده من الأمام منطقة القضيب على مؤخرة المتهمة وقيام المتهمة بالرقص معه وتحريك مؤخرتها قضيب المغني وذلك فوق الملابس. كيف أنا كنت أرقص؟ أول شيء يدي كانت فوق. كيف أنا حركت مؤخرتي بقضيب المغني وذلك